السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في قناتي وصفات زينة. دوار الشمس أو زهرة الشمس هي نبتة بذور زيتية تحتوي زيتها على الأحماض الدهنية الأساسية، وهي دهون غير مشبعة له دور في تخفيض الكوليسترول في الدم. تتميز النبتة بأزهارها الكبيرة الشعاعية التي تدور مع الشمس أينما دارت، ولذلك سميت بدوار الشمس. بذور دوار الشمس هي ثمرته، وهي أكثر شيوعاً كوجبة خفيفة مفيدة. ولجمال هذه الزهرة سنعد فطيرة على شكلها، لذيذة ومحشية بأوراق السبانخ المعروفة. أقوم بإعداد العجينة، أذوب ملعقتي طعام من الخميرة مع ملعقتي طعام من السكر في نصف كوب ماء، ثم أغطي الكوب وأتركها حتى تتخمر وتتضاعف. أحتاج إلى 4 أكواب من الدقيق الأبيض، أضع فيها نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف كوب حليب بودرة. أضيف إلى الدقيق بيضة واحدة طازجة و50 جرام من الزبدة المذابة في حرارة الغرفة. أفرك الزبدة والبيض مع الدقيق. ثم أضيف إليها الخميرة بعدما تضاعفت. أعجن الدقيق مع الخميرة والماء لأحصل على عجينة لينة متماسكة. أغطيها بمنشفة نظيفة وأتركها حتى تتضاعف. لعمل الحشو أحتاج إلى أوراق السبانخ المعروفة، أغسلها وأنشفها جيدا، ثم أقطعها قطع وسط. أجمدها في الفريزر، ثم أعصرها وأتخلص من الماء الموجود في أوراق السبانخ بكل سهولة. هذه الطريقة السهلة للتخلص من الماء الموجود في أوراق السبانخ الطازجة بدلا من سلقها. ويمكن إعداد الفطيرة من أوراق السبانخ المثلجة الجاهزة في السوق وعصر أوراقها للتخلص من الماء الزائد. بالإضافة إلى أوراق السبانخ، أحتاج كذلك إلى كوب من البصل المقطع مكعبات صغيرة، نصف كوب من البصل الأخضر، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة، ملعقتي طعام مسحوق الثوم، ملعقة طعام بابريكا. جبن أبيض غير مالح
أخلطه مع الجبن كريمي أو قشطي. أضيف إلى أوراق السبانخ بعد عصرها مفروم البصل مع أوراق البصل الأخضر. ملح، بابريكا، مسحوق الثوم والفلفل الأسود. أخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس وتختلط جيدا. أضيف إلى خليط السبانخ الجبن القشدي والجبن الأبيض الغير مالح. أفرك المكونات مع بعضها حتى تتجانس وتختلط جيدا. بعدما تخمرت العجينة وتضاعفت أقسمها إلى أرباع. آخذ الربع الأول وأرش عليها الدقيق وأفردها إلى شكل دائرة سمكها 1 سنتي تقريبا. أنقل الدائرة المفرودة إلى ورق زبدة. آخذ الربع الثاني من العجينة وأرش عليه الدقيق وأفردها إلى شكل دائرة بنفس حجم وسمك الدائرة السابقة. ثم أبدأ بحشو الدائرة الأولى. أضع في المنتصف حشوة السبانخ على شكل دائرة صغيرة. أضع حشوة السبانخ مرة ثانية حول الحشوة الدائرية. أعملها على شكل حلقة تحيط بحشوة السبانخ الدائرية. وأقوم بضبط الحشوتين في الشكل. أضع الدائرة الثانية من العجينة فوق العجينة الأولى. أختار زبدية صغيرة الحجم بحجم دائرة السبانخ في المنتصف وأكبس عليها فوق العجينة المغطى للدائرة الأولى لأشكل حدود قلب زهرة دوار الشمس. وبأطراف أصابع اليد أكبس على أطراف الدائرة من الخارج حتى لا تتسرب الحشوة إلى الخارج. وبواسطة أصابع اليد أعيد تشكيل حدود قلب الزهرة ومحيطها الخارجي. ثم أمرر القطاعة على أطراف محيط الزهرة الخارجي لأتخلص من العجينة الزائدة. ولا بأس بأن أعيد كبس حدود قلب الزهرة وخارجها بأصابع اليد للتأكد من عدم تسرب الحشوة إلى الخارج. أقسم العجينة الدائرية بالسكين إلى 4 أقسام أولاً. ثم أقسم كل ربع دائرة إلى قسمين، أي أحصل على 8 أقسام. وكل ثمن من الدائرة أقسمها أيضا إلى قسمين، أي أحصل على 16 قسما.
بواسطة مقص المطبخ أتأكد من فصل القطع 16 عن بعضها البعض ليسهل قلبها بعد ذلك. وبطرف سكين أقلب كل قطعة كما هو موضح في الفيديو. أقوم بضبط أوراق زهرة دوار الشمس ثم أنقلها إلى صينية الخبز، ويكون قد أشعلنا الفرن قبلها بفترة كافية. أمسح قلب الزهرة وأوراقها بالبيض، أرش على قلب الزهرة بعض من مسحوق الزعتر، تخبز في الفرن في الرف السفلي 10 دقائق، ثم ننقلها إلى الرف العلوي وتخبز إلى أن تتحمر الوجه وتنضج. توضع القطعة في صحن التقديم. ممكن عمل قطعة أخرى من زهرة دوار الشمس بالعجينة المتبقية، أو يمكن عمل شكل آخر. أفرد العجينة المتبقية إلى شكل مستطيل بسمك 1 سنتي تقريبا. أضع في طرفها حشوة السبانخ، وممكن أزيد عليها قطعة الجبن الأبيض الغير مالح، ثم ألفها كالرول وأقطعها إلى قطع متساوية. أو أضيف إلى حشوة السبانخ شرائح الجبن الأصفر، ثم ألف قطعة العجينة على شكل رول وأقطعها إلى قطع متساوية. أمسح وجه قطع العجينة بالبيض، أرش عليها السمسم الغير محمص أو مسحوق الزعتر. آمل أن يعجبك هذا الفيديو. لا تنسى عمل لايك وشير مع أصدقائكم، وتواصلوا معي في السوشيال ميديا الظاهر أمامكم. وإذا عندك أي استفسار لهذا الفيديو فاكتب في الكومنت، وسيصلك ردي حالما أقرأه.
أترقب الفيديو كل أسبوع باشتراكك في قناتي والضغط على الجرس، وإلى أن يحين ذلك الوقت استمتعوا بالطبخ.